إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من سوق البروج، سوق أحد البروج التابع لإقليم ستاتس. اليوم غنقول لكم في هذا البث المباشر هذا السوق اللي معروف بأجزاء السيارات. إذن مشاهدينا هذا هو السوق اللي معروف بأجزاء السيارات، سوق شهير واحد البروج، واللي كيعرف وفود الجالية المغربية بالخارج. غنشوفوا اليوم، غتبقاو معنا غنشوفوا في ظل هاد الجائحة وفي غياب للجالية المغربية بالخارج، غنشوفوا في هاد الجولة هاد السوق هذا اللي هو سوق معروف بهاد الأجزاء ديال السيارات. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا فهذا هو السوق الشهير، سوق أحد البروج واللي معروف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، واللي معروف كذلك بأجزاء السيارات، وكذلك سوق السيارات. إذن متابعينا فهذا السوق هذا هو السوق الشهير، سوق أحد البروج. كما كنعرفوا أن في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا، كاين غياب للجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد إغلاق الحدود، واللي جاء في القرار لوزارة الداخلية قرار حالة الطوارئ الصحية. إذن بعد الإغلاق كنشوفوا غياب شيئا ما للجالية المغربية المقيمة بالخارج. لكن هذا السوق كما كتشوفوا معنا متابعينا سوق شهير، سوق أحد البروج، ما كاينش اللي ما تعرفش سوق البروج في أنحاء المغرب. واللي معروف بيع السيارات وكذلك أجزاء السيارات. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا في هذا المباشر من هذا السوق، سوق الشهير. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا في هذا المباشر في هذه الجولة هذا السوق، سوق أحد البروج التابع لإقليم ستات. كما سبق لي وقلت مشاهدينا في هذا السوق الشهير اللي معروف سوق السيارات وكذلك سوق أجزاء السيارات، كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر. في غياب شيئا ما للجالية المغربية بالخارج بعد إغلاق الحدود، اليوم بهذا السوق كما كتشوفوا معنا مشاهدينا سوق أحد البروج. اللي كما سمعت اليوم وصفه معروف أجزاء السيارات المستعملة،
لكن مشاهدينا رغم إغلاق الحدود وكذلك حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بعد تخفيف ديالها كي تفتح هذا السوق بمدينة البروج تابع لإقليم سطات اللي كما كتعرفوا متتبعينا فهذا السوق شهير اللي معروف بالبيع ديال السيارات وكذلك أجزاء السيارات كما كتشوفوا معنا في هذا المباشر. كما كنعرفوا أن هذا السوق تحج ليه المواطنين من أنحاء المغرب لاقتناء هذه الأجزاء وكذلك السيارات بهذا السوق. وكي تعتبر سوق أحد البروج من أكبر الأسواق بالمغرب. وخاصة هذه الأجزاء اللي تجي من الخارج. إذن مشاهدينا كما تشوفوا معنا في هذا المباشر هذا السوق الشهير اللي كيعرف إقبال وشي متزايد من المواطنين من أنحاء المغرب إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذه الجولة بهذا السوق الأسبوعي لمدينة البروج التابع لإقليم سطات هو سوق أحد البروج اللي معروف سوق شهير اللي معروف كما سبق لي وقلت بهذا بيع السيارات وكذلك أجزاء السيارات المستعملة اللي كتدخل من الخارج لأن رغم حالة الطوارئ الصحية رغم إغلاق الحدود كنشوفوا كاين هناك انخفاض شيئا ما في عدد الجالية المغربية اللي تعودنا نشوفوها بهذا السوق اللي هو سوق أحد البروج. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذه الجولة بهذا السوق السوق الشهير إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذه أجزاء السيارات المستعملة واللي كتدخل من الخارج رغم حالة الطوارئ الصحية ورغم إغلاق الحدود كتشوفوا معنا مشاهدينا كما شفتوا معنا في هذه الجولة بهذا السوق ديال أجزاء السيارات المستعملة. إذن متابعينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر ما بقينا إلا أن نودعكم نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.